زمان شيبوب اخو عنتر بيقول لي عنتر انت كل حاجه خدتها مني، السمعه الشهره الصيت الشجاعه الفروسيه البساله الثبات الشهامه الكرم الرجوله العفه، انت كل حاجه خدتها مني وانا اخوك ولد امك. ليس شيبوب ابنا لشداد، لا، امه الامه زبيبه، لكن عنتره ابوه شداد، يعني هو من ظهر رجل حر وهو من بني عبس، وسمع بالنبي محمد وقرر ان يذهب، لكن حالت دونه ظروف فلم يصل الى النبي ولم يدخل في الاسلام، لكن النبي اثنى عليه خيرا ومجد شخصيته لعفته ولطهره ولنبله ولشهامته العربية، وهو صاحب إحدى المعلقات في الكعبة الشريفة. المهم شيبوب بيقول لي أخي أنت كل حاجة واخدها مني، حتى الشجاعة واخدها مني، الصيت واخدها مني. قال له طب أنا نعمل لك إيه شيبوب؟ أنت ما عندكش صبر. قال له هو العملية عملية صبر؟ قال له طبعا. قال له طب إزاي؟ قال له اديني صابعك نحطه تحت اسناني، وهنديك صابعي تحطه تحت اسنانك، وانت تعض وانا نعض. قال له ماشي. قال له هنعمل لك درس عمل ببلاش، انا نديك صابعي تحطه انت تحت اسنانك، وانت تديني صابعك نحطه انا تحت اسناني، وانا نعض وانت تعض ونزود العض ونرفع الطبقه شوي. قال له ماشي. عنتر اداه صابعه، شيبوب حطه بين اسنانه، شيبوب ادى عنترة اصبعه وضعه بين اسنانه، ده يعض وده يعض، ده يعض ده يعض، ارتفع العض، شد العض، اسنان ضبقت، راح صارخ مين؟ شيبوب. راح ضاحك عنتر، قال له انا كنت راح نصرخ، لو انت صبرت ثانيه انا اللي كنت نصرخ. قال له بهذا تفوقت علي. يبقى المسألة مسألة إن النصر مع الصبر. هي لحظة، الدليل إيه تاني؟ بلاش من عنترة تقول ده مجتمع كافر، تعال إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. كانت معه ناقة جميلة وكان معجبا بها، فكان يصنع لها إسورة من الكتان والصوف، حاجة كده فيها زركشة وفيها ألوان حلوة، ومعلقة في رقبة الناقة حاجة عشان تمنع الحسد والحاجات دي. أي ركب الناقة وراح سحب بها يتفقد أحوال الرعية في الكوفة أيام كان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وكرم الله وجهه. المهم كان الوقت وقت ضحى، فهو بيتمشى لقي مسجد، قال لك هندخل ونتنفلوا، ندخل نجيب لنا ركعتين ضحى. اقل حاجه في ركعات الضحى اثنين، لكن هي لا سقف لها، اثنين اربعه سته ثمانيه عشره اثناشر اربعتاشر ستاشر ثمانتاشر قد ما تقدر، زي صلاه الليل، مثنى مثنى، اثنين 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 اثنين، تجيب اثنين بس ماشي، اربعه ماشي على حسب ظروفه، لكن الباب مفتوح. فسيدنا ام علي راح منخخ الناقه وعايز يدخل يتنفل، فلقي عيل كده من العيال اللي شكلها ملاقيط، عيال من العيال السراقين، عينيه واقفه وعمال ترقص. سيدنا علي عنده فراسه اهل الايمان، عارف ان الواد ما يسترش، هيعمل اي حركه من اللي هي. فقال لك احسن حاجه نحتووه نحرسوا القصب بالقصب. قال له خد يا اخي. الواد ما يعرفش الامام علي. قال نعم. قال له انا داخل نصلي ركعتين، ركعتين بس، عايزك تحصر لي وتحرس لي الناقه دي، تحرسها انا هنجيب ركعتين وطالع، تحرسها لي لغايه ما نطلع، انا عارفك انك انت واد رجيل وواد جدع وناصح وصح، تحرسها لي هنجيب ركعتين جوا وطالع لك. قال له تفضل، ده بلدنا بلد حلوه، ده احنا خير من يحفظ الامانه، ولا تنشغل تجيب اثنين اربعه لنفسك فيه، لو عايز تبيت بيت وراك رجاله وهنحرسولك وهنعملولك. طبعا الكلام الكتير ده يدل ان العمليه مش جد يعني.
اي واحد يتنرم عليه ويقول لك نعم نعمين ثلاثه ما دام كتر التنعيم ما قديش مصلح ها. فالكلام ده ما ينطليش. واحد ياخذك في البيت ويطلع لك الدكه يا جماعه اللي جوا ايوه انا اضيف الحج فلان انتوا عارفين سيرته معايا دائما اني منكم سيرته ده انا فرحان كديه اللي ده يسال علي ياخذ احلى واجب يا اللي جوا عايش شاي من اللي وصى عليه سليمان يا اللي جوا حط نعناع للشاي يا اللي جوا اغسل كوبايات يا اللي جوا والله ما في كوبايات تنزل حتى فاضيه ايه رايك هو ده اللي حصل ها كله اضحك على كل طيب سيدنا الإمام علي دخل جوا يديب الركعتين الواد عجبت القلاده الحلوه راح فاكك القلاده وراح خلع بيه مش الامام خلص راح طالع ضرب ايده جوا جيبه طلع الكيس كان يشي في محافظ حتى نعمه المحافظ ده نتحسبوا عليها احنا خلي بالك اللي عامل محفظه شموه واللي عاملها جلد طبيعي ها كل كده بيعمل حد المهم طلع الكيس وراح مطلع دينارين سيدنا ابو علي طلع دينارين هيديهم للواد اللي حرس الناقه مقدار ما صلى الركعتين ده حقه احنا استاجرناه يحرس يبقى ليه اجر احنا قدرنا الوقت ان نحن ندوه دينارين ثمن لقلاده ديناران لقلاده اللي سرقها وخدها واطمع فيها وطار ثمنها كدي اخواننا دينارين سيدنا الامام علي طلع له اجرته دينارين مسكهم في ايده الامام علي راح طالع ما لقيش القلاده لكن لقي الناقه قال سبحان الله ربنا كتب له رزقه في الحلال دينارين لكن العبد تعجل واخذ نفس الرزق ولكن بالحرام برضه هم اثنين لانه مكتوب لك فلان الفلاني يوم السبت الساعة 10 هيجي لك رزق من عند الله ديناران صبرت هيجي لك بالحلال هيجي لك تحت اي مصلحة هيصرفوا لك اصل الرزق تحدد هتاخدهم هتاخدهم اقلقت يا صاحبي هيدوا لك برضو هم لكن بالحرام لكن بالحرام فالواجب على العبد الا يتعجل بالنسبة لمسألة الرزق طالما أنت حي فرزقك موجود عبدي تكفلت برزقك فلا تتعب وخلقتك لعبادتي فلا تلعب خلقتك لعبادتي فلا تلعب أنا تكفلت برزقك فلا تتعب وفي السماء رزقكم وما توعدون لازم يبقى عندك يقين واليقين يا اخواننا هو سبب دخول الجنة اليقين هو اعلى درجات الايمان يا ما يبقى عندك يقين ان ربنا يعفي عنك هيعفي عنك انا عندي يقين ربنا هيشفيني يشفيك انا عندي يقين ان ربنا هيستر عرضي هيستر عرضك انا عندي يقين ان ربنا هينجح اولادي هينجح اولادي بيقينك ولذلك كان الامام علي الله يرضى عليه ويكرم الله وجهه يقول لك يقيني بالله يقين يقيني بالله يقين يعني ايه يقيني بالله يقيني يقيني على فكرة الاولى مبتدا والثانية خبر طب ازاي يقيني بالله يقيني معناها عندي يقين بالله أن يقيني من كل سوء ومكروه يبقى يقين الأولاني غير يقين الثاني عندي يقين بالله أن يقيني من كل سوء ومكروه ولذلك الإمام علي حسبها القضية ومرتاح فيه يقول لك لو كشفت لي الحجب ورأيت ربي عيانا بيانا نهارا جهارا أنا ما ازددت يقينا مش هنزيد إيمان صنطي واحد لأننا عندي يقين أنه موجود وأنه واسع السماوات والأرض وأنه مالك الملك ومالك الملوك والله إن كشف الحال وظهر الديان أنا على أرضية صلبة وعارف أنه ربنا موجود إنما ما تكشفش برضو أنا على أرضية صلبة وعارف أنه ربنا موجود فيظهر يختفي هذا لا يزيد عندي في مقدار إيماني بالله شيئا ولذلك أعلى درجات الدين عندنا إخوان مش فيه إسلام مش فيه إيمان
في إحسان. أعلى درجات الدين إيه؟ الإحسان. طب إيه هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فهو إيه؟ فهو يراك. عبد الله بن عمر بن الخطاب الله يرضى عليه رايح حج ومعاه واحد، وهم ماشيين في الصحراء الزاد اللي معاهم خلص، حسوا بالجوع والعطش، قاموا ماشيين 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 لقيوا شجرة، قال تعال نريح شوية في ظلها حتى تهدأ شمس النهار، الدنيا جيا والوقت ملتهب. راحوا مريحين تحت الشجرة، ربك الكريم الذي اطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما في الأرض وما في السماء وما بينهما، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مد جناح البعوض، سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ساق إليهما شاب يرعى الغنم ومعه شوية غنمات، وراح رايح بيهم ناحية الشجرة، وراح مريح وساب الغنمات اللي واقفة واقفة، واللي قاعدة قاعدة، واللي في الشمس في الشمس، واللي في الظل في الظل. سيدنا عبد الله بن عمر رد لي معاه، ازيك اهلا وسهلا، قالوا لما تخدمنا الخدمة دي ايه اللي عايزينه؟ قالوا احنا الزاد اللي معنا خلص ومحتاجين لبن، محتاجين مية، محتاجين لحمة، ايه ما رأيك انت تبيع لنا شرودة من دولة رميس او حتى جدي اللي ريحك، هندبحوه وتصليه لينا وهغدوه وتاكل انت معانا، ويا عم احنا هندوك تمن، ايه رايك؟ هو ما يعرفش ان عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا اللي معاه. قال لهم ما فيه موشك له شويه الغنمات اللي انتم شايفينهم دول، انا لا املك شيئا، ده انا وهم مملوكين لسيد من سادات مكه، انا راجل عبد مملوك واجير، هنرعاهم نظير اجر معلوم، لكن انا والغنم مملوكين لسيدي فلان ابن فلان. عبد الله بن عمر عايز يعمل له اختبار، فقال له يا راجل طالما انت راعيها وانت حارسها، ما انت الكل في الكون، يعني هو دكهاية صاحبها امعانه، ما تضيقش الشكه، ونقولوا لك يا راجل الدنيا جيانه واحنا جعانين، واكيد انت جعان ومن بدري شقيان، اتلفنا بس واحد واذبح ونقلوه مع بعضينا ونصلوه، وهتبقى غدوه حلوه وهندوك تمن القرشينات تاخذهم انت. قال لنا ابو صاحب نقول له ايه؟ السيد اللي ملكني انا وملك البهائم نقول له ايه لما نروح؟ قال له قولها. قال هالدين نفقت في الطريق ماتت يا اخي، اكذب عليها اي كذبه، هو بس كاتب عليك كونتراتو شايفك يا عم. يقول لك الهدين. قال يا سيدي استطيع ان اقول هذا لسيدي، ولكن اين الله؟ ولكن اين الله؟ ما تمليه علي انا استطيع ان اقوله لسيدي في الدنيا ولقناعته بي ولثقته في سيصدقني، ولكن ماذا أقول لسيد الوجود سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لا يا سيدي. يا سلام لما سيدنا عبد الله سمع الكلمة دي، اتأكد إن ده بيعبد الله على يقين، لا تفرق معه صاحب الغنمات موجود ولا غايب، ده عنده دين كامل. قال هيا بنا لتعرفني على سيدك. قال لي طيب اللي قصرت فيها؟ قال ده احنا عايزين نسلمه عليه مفيش حاجة. فأخذهما وانطلق بالغنم إلى سيده، فلما رأى صاحب الغنم عبد الله بن عمر بن الخطاب فرح به وفرش له واستقبله وضيفه، وضيفهما أحسن إضافة وأكرمهما بخير إكرام، ثم وقف عبد الله بن عمر وقال لي عندك مطلبين، فهل إلى ذلك من سبيل؟ قال تفضل، أنت ما عليك إلا أن تأمر ونحن نطيع ونجيب. قال بعني هذا العبد. قال هو لك. قال بالثمن. قال ثمنه كذا. قال تفضل. طلبك الثاني يا سيدي. قال أن تبيعني تلك الأغنام. قال خذها هدية مني. قال لا، بالثمن. قال ثمنها كذا. قال تفضل خذ ثمنها. أيها الراعي،
إنك شاب أمين وإنك على درجة من اليقين. قولك وأين الله تسببت في عتقك في الحياة الدنيا. أنا اشتريتك لأعتقك لوجه الله، اذهب وأنت حر. وهذه الأغنام من هذه اللحظة هي ملكك أنت، ملك يمينك، تفعل بها ما تشاء. انطلق. وإني لأرجو الله كما اعتقتك هذه الكلمة في الدنيا أن يعتقك الله بها في الآخرة، وأن ينقذك الله بها من دخول النار. يقيني بالله يقيني، يقيني أنا عندي يقين أن يقيني الله من كل سوء ومكروه. نحن في احتياج أن نتخلى عن الكذب، في احتياج أن نتعلم الصدق مع النفس. يا سبحان الله، النهاردة الصدق بقي إيه؟ عملة نادرة، عملة نادرة. يقول لك ده فلان بسم الله ما شاء الله بيصلي الفجر. اشمعنى الفجر؟ ما الفجر زي الظهر، زي العصر، زي المغرب، زي العشاء؟ مش هو فرض من فرائض الدين؟ مش انت عليك خمس فرائض؟ طب ايه اللي فضل واحد على الثاني؟ لانه صلاة الفجر لا يقوم لها الا من وفقهم الله، لا يدخل فيها بابا للرياء، لا يدخل فيها بحثا عن الشهرة والاضواء. ولذلك الناس يفتخرون بمصلي الفجر. يقول لك انا عندي واد، والله العظيم انا نبقى نايم متغطي بالبطاطين ونسمع عمال يتلتلت عشان هيتوضى بمية باردة وطالع يصلي الفجر. بس هو شباب، بس هو ربنا موفقه، والله ربنا يخليه ويبارك فيه. انت عارف انا عندي براوة في الركب وعندي مشاكل والتهابات. أيام ما أنا كنت زيي كنت هنعمل، لكن التوفيق بالله. وعندي وقت تاني خسران، الليل نهار والنهار ليل، وأينما وجهته لا يأتي بخير، وما فلحش غير هات هات لما رباني الهتان. شوف أنت عايز الشيلة كلها تبقى بايظة، ده ربك كريم من أسمائه العدل. يبقى واحد كويس وواحد وحش، كفة الميزان تمشي، إنما البيقوا كلهم في كفة واحدة، بقي الكحلة الخربان كلها في دائرة واحدة، ما ينفعش. الله لطيف بعباده. اللهم يا كريم يا حليم يا غفار يا ستار، نتوجه إليك في هذه الساعة الطيبة، في هذه الليلة الكريمة، في هذا الشهر الفضيل الحرام، وهو أحد أشهر الحج، شهر ذي القعدة. نسألك يا مولانا أن تبارك للحاج عصفور الورداني، وأن تبارك لنجليه الكريمين الأستاذ أحمد عصفور الورداني والأستاذ عبد عصفور الورداني، وأن تتمم هذا الزفاف اليوم وغدا على خير، وأن تبارك للعرسان، وأن تجمع بين الجميع في خير، وأن تصب على الجميع الخير صبا صبا، وأن لا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجمع بينهم في خير، وأخرج منهم ذرية طيبة مباركة تكون نافعة لأهليهم ولمجتمعهم. اللهم يسر المهور ويسر الحال، واشرح الصدور، وزود شبابنا، واستر بناتنا، وعوض على إخواننا المحرومين، ومن رزقته بارك له يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أمننا في أوطاننا، ووفق قادتنا، واحفظ بلادنا وحدودنا. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك، خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك.